بالغة يفرضها موقع مثلث ماسبيرو في قلب القاهرة، تجري عملية تطوير 74 فدان تضم في محيطها معالم ميزت وجه العاصمة عشرات السنين. القاهرة التاريخية المخطط لها على الأغلب أن تشبه لوحة الموزاييك ما بين قطع تاريخية بحتة وأخرى عصرية وثالثة تدمج الطرازين. يمثل مثلث ماسبيرو داخلها أحد القطع الملونة ذات الطابع العصري. احنا شغالين فعلا بشكل دقيق جدا كأننا جراحين في المنطقة عشان الشكل يطلع في الآخر الجمالي يليق باسم القاهرة. وطبعا القاهرة كعاصمة لازم يبقى في الآخر الشكل النهائي يليق باسم القاهرة ومصر طبعا. مبنى وزارة الخارجية والإذاعة والتلفزيون المصري ومسجد أبو العلا بين المعالم التي سيتم الإبقاء عليها داخل المثلث، على أن يتم تطوير القلب العشوائي لهذا الجزء الاستراتيجي من العاصمة. التطوير يشمل تشييد 4 أبراج ضخمة بينهم 2 مكونين من 10 بنايات تضم 936 وحدة كاملة مخصصة لتسكين الأسر التي تم نقلهم لغرض التطوير واختاروا التعويض بالإسكان البديل، والبرجين الآخرين إحداهما إداري والآخر استثماري يضم 136 وحدة. تم صرف تعويضات للسكان اللي كانوا موجودين بدأ بيعتبر كمقدم للوحدة ويتم تخصيص الوحدة له وتقسيط الباقي. الوحدات دي تشطيب اسكان الاسكان الاجتماعي تشطيب كامل، مجرد الساكن هيجي يلاقي شقة جاهزة على السكن على طول ان شاء الله. دول 936 وحدة. 3 شركات هندسية تنفذ المشروع وفقاً لمخطط زمني بدأ في يونيو 2019. احنا ماشيين سابقين البرنامج الزمني، المفروض ان احنا هنستلم المشروع بمشيئة ربنا بعد 18 شهر. بنحاول ان احنا نحط بعض التكنولوجيا الجديدة كإنرجي سيفينج، كاستعمال الطاقة الشمسية عشان نوفر في الطاقة أو طاقة بديلة نقدر ان احنا نستعملها بدل الطاقة الأساسية المشروع. أيضا خطط لتخصيص مساحات خضراء وساحة كبيرة للتسوق والتنزه تناسب المنطقة في صورتها الحديثة. عام ونصف العام تفصلنا عن انتهاء المرحلة الأولى من المشروع لتبدأ مرحلة التشطيبات التي سيكتمل بها شكل المشروع النهائي. مهندس وعامل على درجة جراح، هكذا يجري العمل هنا بحد مشرط، تنفيذ دقيق لعملية تطوير مثلث ماسبيرو كأفضل ما يكون، تطوير وتجميل يليق بوجه القاهرة. نجاة الجبالي، إكسترا نيوز.